السلام عليكم يا باشمهندسين. النهارده هنشرح شيت 8. هنحل الشيت. هو الشيت هنقسمه على مرتين. المره الاولى هنشرح فيه فكرتين. الشيت كله اصلا فيه 3 افكار. هنشرح النهارده فكرتين، والسكشن الجاي هيبقى فيه الفكره الثالثه. ففي افكار المسائل، اول فكره، احنا في البداية قبل ما ندخل في الافكار عايزين نعرف الشابتر ده بيتكلم عن ايه. الشابتر ده بيتكلم عن حاجة اسمها الهيدروجراف. طيب ايه هو الهيدروجراف ده؟ ده عبارة عن علاقة بتكون ما بين الكيو اللي هي التوزيع الزمني للجريان السطحي الكلي، يعني الجريان السطحي الكلي اللي هو بيمثل الكيو، وعلاقة بين الكيو والزمن. ماشي. طيب الكيو ده بتنقسم لإيه؟ لحاجتين. بتنقسم لحاجة اسمها جريان سطحي وحاجة اسمها جريان جوفي. بيفصل بينهم حاجة اسمها خط البيز فلو ليفل. ماشي. طيب يبقى انا عندي حاجتين، اللي هو الدايركت ران اوف اللي هو بيمثل الجريان السطحي، وحاجه تانية اسمها ايه، البيس فلو اللي هو بيمثل الجريان الجوفي. وفي عندي 3 طرق لفصل المنحنى، منحنى الهيدروجراف لانه هو بيمثل الجريان السطحي والجريان الجوفي الاثنين مع بعض. فانا بحاول عندي طرق ان انا عايزه افصل بيها الجريان السطحي عن الجريان الجوفي. ففي 3 طرق موجودين لشرح لفصل الاثنين عن بعض، ودول اتشرحوا في المحاضرة. طيب هندخل بقى قبل ما ندخل على المسائل، في حاجة اسمها منحنى الوحدة. ده منحنى خاص بالدايركت ران اوف. يبقى منحنى الوحدة هو منحنى بيعبر، يعني هو يعتبر هو الوحدة بتاعت الجريان السطحي. تمام. بينتج من مطر فعال شدته 1 سنتي. تمام. وفترة الاستدامة بتاعته برضو الوحدة. وده بيكون وحدته مهم جدا. تعرف الوحدة بتاعته اللي هي متر مكعب على الثانية لكل سنتي. تمام. والقانون بتاعه اليو اللي هو احداثيات منحنى الوحدة بتساوي الاو على الدي ار. طيب ايه هو الدي ار؟ هو عمق الجريان السطحي. عمق الجريان السطحي. تمام. الدي ار دي بتكون وحدتها بالسنتي، والاو بتكون وحدتها متر مكعب على الثانية. يبقى وحدة اليو هي ايه؟ متر مكعب على الثانية لكل ايه؟ لكل سنتي. طيب في حاجة اسمها احنا بنرمز هنا الكيو دي التصرف الكلي، بيكون بيساوي الاو زائد الاف. ايه هو الاو؟ ايه هو الاف؟ الاو بيمثل التصرف بتاع الجريان السطحي. بمعنى ايه؟ ايه الفرق بين الدي ار وبين الاو؟ الدي ار هو جريان سطحي والاو هو جريان سطحي، بس الفرق بينهم ان الدي ار ده عمق الجريان السطحي ووحدته بالسنتي، والاو هو عبارة عن التصرف الجريان السطحي ووحدته متر مكعب على الثانية. ايه هو الاف؟ الاف ده بيمثل البيس فلو. البيس فلو اللي هو ايه؟ الجريان الجوفي. طيب الدي ار دي انا بجيبها ازاي؟ القانون العام بتاع الدي ار بيساوي سميشن الاو في الدلتا تي على الاريا. الاريا دي المنطقة اللي حصل فيها العاصفة المطرية. مساحة المنطقة اللي حصل فيها ايه؟ العاصفة المطرية. سميشن الاو مجموع جميع تصرفات الجريان السطحي اللي حصلت عندي طول العاصفة المطرية، والدلتا دي هو الفرق بين اي زمنين متتاليين. وهو ده القانون اللي هنستخدمه، مش هنستخدم القانون اللي تحت ده. يعني احنا القانون اللي تحت ده لو استخدمته هتستخدمه بوحدات معينة، يعني اللي هو دي ار بتساوي 36/100 في سميشن الاو في الدلتا تي على الاريا.
القانون ده ما بيستخدمش غير لحالات معينة. بمعنى ايه؟ ان يكون لازم تستخدم فيه سميشن الاو تكون بالمتر مكعب على الثانية، والتي الدلتا تي تستخدمها بالاور، والاريا بالكيلومتر مربع. ممكن ما تستخدمش القانون ده خالص وتستخدم على طول الدي ار بتساوي سميشن الاو في الدلتا تي على اريا، وتكون الوحدات بتاعتك انت توحد الوحدات وتطلع في الاخر ان الدي ار بكذا سنتي. تمام ماشي. ندخل بقى على افكار المسائل. الفكرة الاولى بيكون مديك ايه زمن العاصفة، تمام، وبيقول لك زمن ان عندي عاصفة استمرت لمدة مثلا 4 ساعات 6 ساعات زي ما هو يديها لك يعني. وبيكون كمان مديك احداثيات منحنى الهيدروجراف. ايه هو الهيدروجراف؟ ايه احداثيات منحنى الهيدروجراف؟ اللي هو علاقة بين الكيو والزمن، تمام. هيكون مديك العلاقة بين الكيو والزمن. بعدين هيكون مديك احداثيات البيس فلو. البيس فلو ده اللي هو اما هيكون مديهولك احداثيات ثابتة او قيمة ثابتة او قيمة متغيرة. بمعنى ايه؟ ان هو هيكون مديك قيمة ثابتة، مثلا يقول لك البيس فلو بتساوي 10 متر مكعب على الثانية، ودي بتكون ثابتة لكل التصرفات اللي عندك، او ان هي كل تصرف يكون له بيس فلو معين. ماشي. بعدين بيكون مديك الاريا اللي حصل عليها اللي حصل فيها العاصفة المطرية، تمام. المطلوب بقى بيكون ايه؟ عايز احداثيات منحنى الوحدة اللي هو اليو. طريقة الحل، انت بتعمل جدول، ماشي، بتكتب في اول خانة قيم التي اللي هو اديهالك، وبعدين بتكتب قيم الكيو برضو اللي هي معطاة عندك، وبعدين قيم البيس فلو برضو هتكون معطاة عندك، وهتجيب قيمة الاو. الاو اللي هي بتساوي الكيو ناقص البيس فلو. هتجيب او 1 و2 و3 وهكذا. وبعدين هتقوم جاي مجمع كل قيم الاو اللي انت جبتها، جبت كده ايه سميشن الاو. تطلع فوق بقى، تقوم جاي مطبق في قانون الدي ار. الدي ار بتساوي سميشن الاو في الدلتا تي. الدلتا تي دي اللي عبارة عن الفرق بين اي زمنين متتاليين. بمعنى ايه؟ لو طرحت تي 3 ناقص تي 2 كده جبت ايه الدلتا تي، او طرحت تي 2 ناقص تي 1 كده جبت الدلتا تي. المهم ان يكون اي زمنين متتاليين وخلاص هطرحهم. الاريا اللي هو مديها لك اصلا في المسألة لازم هيكون مديها لك. ماشي كده بقى معايا الدي ار. عايزة اجيب بقى اليو، اقوم جاية مطبقة في القانون اللي هو بيقول ان اليو بتساوي الاو على الدي ار. الدي ار دي هتكون قيمة، القيمة اللي انت لسه جايبها دي بتكون ثابتة لكل في المسألة بالكامل. فانت هتقسم كل قيمة او اللي انت جبتها وهتقسمها على قيمة الدي ار، وكده جبت يو 1، بعدين الاو على الدي ار 2 كده جبت اليو 2، وهكذا هتكمل بقية المسألة. وكده انت جبت احداثيات منحنى الوحدة اللي هو عايزها، وبعدين ترسم علاقة بين اليو والتي لو هو عايزك ترسم منحنى الوحدة. ماشي. طيب المسألة التانية دي بيكون معطى عندك أقصى تصرف الكيو ماكسيموم، وبيكون مديك البيس فلو سواء كان ثابت أو متغير برضو، وأحداثيات منحنى الوحدة اللي هي علاقة بين التي واليو، تمام. طبعا اليو هنا بوحدتها متر مكعب على المتر مكعب على الثانية لكل سنتي. المطلوب بقى بيكون ايه؟ احسب المنحنى الزمني للفيضان. المنحنى الزمني للفيضان هو نفسه لو قال لك برضو احسب احداثيات منحنى الهيدروجراف، او لو قال لك اوجد لي قيم الكيو. التلاتة دول معناها ان انت تجيب له قيم كيو وعلاقتها بالزمن. ماشي. طيب الحل بقى ان انت هتعمل ايه؟
اول حاجة هتكتب برضو، هتعمل نفس الكلام، هتكتب قيم التي اللي هو مديها لك وقيم اليو اللي هو مديها لك. طيب هجيب بقى قيمة الاو ازاي. هاجي عند، في عندك شرط لازم تكون عارفه، ان قيمة اليو ماكسيمم بتكون مقابلة لقيمة الكيو ماكسيمم. يعني هو عايز، هو مديني قيمة كيو ماكسيمم ماشي. انا هروح لاحداثيات منحنى الوحدة اللي هو مديها لي، اشوف اعلى قيمة ليها وتبقى هي دي قيمة اليو ماكسيمم المقابلة للكيو ماكسيمم. طيب انا عايز اجيب قيمة الاو، الاو اللي هي هتساوي الاو ماكسيمم هتساوي الكيو ماكسيمم ناقص البيس فلو. كده بقى معايا الاو ماكسيمم ومعايا اليو ماكسيمم، لو قسمت الاتنين على بعض يبقى هيديني قيمة الدي ار. وطبعا الدي ار دي بتكون قيمة ثابتة، مفيش حاجة اسمها دي ار ماكسيمم مثلا، لا هي قيمة ثابتة للمسألة كلها. فانا بمجرد ما جبت قيمة الدي ار اقدر ان انا اجيب قيمة القيم اليو، القيم الاو بقى ليه. يعني انا جبت قيمة الدي ار دلوقتي خلاص، فانا هروح بقى عند التي واحد واجيب منها عندها الاو واحد، الاو واحد دي اللي هتساوي الدي ار في اليو واحد، وبعدين هجيب الدي ار في اليو اتنين، كده جبت قيمة الاو اتنين، وهكذا هكمل باقي الجدول. طيب بعد ما انا جبت الاو، انا عندي قيم البيس فلو هو مديها لي اصلا، تمام. اجمع الاو والبيس فلو كده اجيب قيمة الاو، الكيو الاو واحد زائد البيس فلو كده جبت الكيو واحد، الاو اتنين زائد البيس فلو كده جبت كيو اتنين، وهكذا لحد ما ايه ما اخلص الجدول. ولو قال لي بقى ارسم العلاقة، ارسم المنحنى الهيدروجراف، خلاص ارسم له العلاقة بين الكيو والزمن ماشي. دي تاني فكرة. الباقي ده دي عليها المسائل من اول مسألة رقم اربعة. طيب في مسألة رقم اربعة بيقول لي الجدول التالي بيبين قيم منحنى الفيضان لكل ساعة لحوض مساحته 1366 و56 من 100 كيلومتر مربع، والناتج من عاصفة مطرية منفصلة مدتها ساعة، يعني العاصفة استمرت لمدة ساعة بس. ارسم واحسب احداثيات منحنى الوحدة لكل ساعة. عايز قيم احداثيات اليو بفرض ان الجريان الاساسي 10 متر مكعب، يعني البيس فلو 10 متر مكعب على الثانية. هعمل ايه؟ هو مديني قيم التي وقيم الكيو، وبرضه مديني قيم البيز فلو. فانا لو قلت كيو ناقص البيز فلو كده جبت قيمه الاو، تمام. جبت ايه احداثيات الاو. طيب ناقص لي اجيب الدي ار. اجيب الدي ار ازاي؟ ان انا هجيبه عن طريق سميشن الاو في الدلتا تي على الاريا. سميشن الاو انا جمعت قيم الاو كلها اللي عندي، كده جبت سميشن الاو اضربها في الدلتا تي. الدلتا تي هو بيقول لي عاصفة استمرت لمدة كام، لمدة ساعة. او اجيبها عن طريق حاجة تانية، ان انا هقوم طرحة اي زمنين متتاليين، يعني مثلا اطرح 4 ناقص 3 ادتني 1 ساعة. طبعا ضربتها في 60 في 60 عشان اوحد الوحدات، احولها لثانية، لان قيمة السمشن الاو بالثانية بالمتر مكعب على الثانية. الاريا 1366 و56 من 100 اضربها في 10 اس 6 علشان احولها لايه، بالمتر. بعدين ضربت الكلام ده كله في 100 علشان احوله للسنتي، طلع الكلام ده 1.76 سنتي. اقوم جايه بقى ايه، دي قيمه الدي ار، اقوم جايه اقسمها كل قيمه او اقسمها على قيمه الدي ار اللي هي 1.76، كده جبت قيم اليو. بقى معايا قيم اليو ومعايا الزمن، قيم الزمن اقدر ارسم العلاقه بين اليو والتي لو هو عايزني ارسمها. لو هو عايز احداثيات بس فخلاص، هي اللي انت جبته ده في الجدول بتاع قيم اليو هو ده اللي هو عايزه، تمام. المسألة بقى اللي بعدها مسألة رقم 5 بيقول لي
في الجدول في احداثيات منحنى الوحده اليو، يعني هو هنا مديني العكس، مديني احداثيات منحنى الوحده اللي هو اليو. المقاسة نتيجة عاصفة استمرت لمدة 4 ساعات، مدة زمن استمرار العاصفة هو 4 ساعات. المطلوب احسب المنحنى الزمني للفيضان اللي هي منحنى، عايز قيم الكيو، يعني لو ان كيو ماكسيموم، هو عايز قيم الكيو ومديني كيو ماكسيموم ب 4000 متر مكعب لكل ثانية، وقيمة البيز فلو 250 متر مكعب لكل ثانية. ماشي، هعمل ايه؟ انا قلت لك ان الكيو ماكسيمم دايما بتكون قصادها قيمة اليو ماكسيمم، فهو هنا مديني قيم التي وقيم اليو. اعلى قيمة يو موجودة عندي في الجدول 1500، فانا هاخد اليو دي تبقى هي دي يو ماكسيمم، هقول ايه، هجيب قيمة ال O maximum اللي هي هتساوي ايه، هتساوي ال Q maximum ناقص ال base flow اللي هي 4000 ناقص ال base flow 250، طلع لي الكلام ده ب 3750. عايز اجيب بقى قيمة ال DR، هجيبها ازاي؟ ال U انا عندي قانون بيقول ان ال U بتساوي ال O على ال DR، تمام؟ الاو عندي ب 3750 واليو عندي ب 1500، يبقى كده قيمة الدي ار بكام؟ طلعت لي ب2.5 سنتي. اخد بقى ال2.5 سنتي دول اضربها، اضرب ال2.5 سنتي في كل قيم اليو اللي عندي، كده جبت قيمة الاو. عايزة اجيب قيمة الاو، فالاو بتساوي الدي ار في اليو. هاخد بقى قيمة اليو اللي عندي، كل قيم اليو اضربها في 2.5 اللي هي قيمة الدي ار، كده جبت ايه، احداثيات الاو. بعدين هو مش عايز الاو، هو عايز قيمة الكيو، قيم الكيو، فانا هقول البيس فلو زائد الاو يديني قيمة الكيو، تمام؟ كده بقى معايا احداثيات الكيو. فلو عايزني ارسم المنحنى الهيدروجراف، هرسم العلاقة بين الكيو والزمن، تمام. كده انت خلصت المسألة. في مسألة رقم 6، مديني زمن العاصفة. الجدول التالي بيبان احداثيات منحنى الفيضان من عاصفة مطرية مدتها 6 ساعات، والمقاسة في مجرى مائي يستمد مياه من حوض مساحته 316 كيلومتر مربع، دي اللي هي المساحة الاريا يعني. احسب احداثيات منحنى الوحدة لكل 6 ساعات بفرض ان الجريان الاساسي 17 متر مكعب على الثانية، يعني هو مديني بيس فلو 17 متر مكعب على الثانية، ومديني زمن العاصفة 6 ساعات، والاريا 316 كيلو متر مربع. هعمل ايه؟ نفس الكلام، هو التي برضو، هو مديني التي ومديني الكيو، ومعايا البيس فلو. لو طرحت الكيو ناقص البيس فلو هيديني القيم الاو، وبعد ما جبت قيم الاو هقوم جاي جايبه سميشن الاو، اجيب سميشن الاو، بعدين هطبق في القانون بتاعي اللي هو سميشن الاو في الدلتا تي. الدلتا تي هنا بتساوي كام؟ اطرح اي زمنين متتاليين، هو بيقول لي زمن عاصفة 6 ساعات، او ان هو اطرح اي زمنين متتاليين هلاقيهم برضو 6، فهلاقي هضرب هنا سميشن الاو في، اضربها في ايه، في الستة، في 60 في 60 عشان احولها للثانية، واقسمها على 315 اللي هي 316 اللي هي الاريا في 10 أس 6، بعدين اضرب كل ده في 100 عشان احوله للسنتي، كده جبت قيمة الدي ار اللي هي طلعت لي 6.48 سنتي، تمام. واقوم جاية بقى عشان اجيب قيمة اليو، اقسم كل او على الدي ار، كده اجيب احداثيات منحنى اليو، منحنى الوحدة اللي هو عايزه، وكده تبقى خلصت المسألة. طيب في المسألة رقم 7 بيقول لي ان الجدول التالي يبين احداثيات منحنى الفيضان، والمقاس من مجرى مائي يستمد مياهه من حوض مساحته 1500 15400
هكتار، الهكتار طبعا بيساوي 10^4 متر مربع. احسب عمق الجريان السطحي بالسنتي، واحسب منحنى الوحدة بفرض أن الجريان الأساسي 5 متر مكعب على الثانية. طيب هو مديني التي ومديني كيو والبيس فلو، برضو نفس الكلام هجيب الاو اللي هي بتساوي الكيو ناقص البيس فلو. كده جبت احداثيات الاو، اجيب سمشن الاو في الدلتا تي على الاريا، كده جبت قيمة الدي ار. تمام، الدي ار هنا طلعت لي 2.2 سنتي. كده ده المطلوب الاول. بعدين هو عايز احداثيات منحنى الاو، المنحنى الوحدة، اقوم جاية اسمى كل قيمة او على قيمة الدي ار اللي هي 2.2، هيطلع لي احداثيات منحنى الوحدة. برضو لو هو عايزني ارسمه هرسم علاقة بين اليو والزمن.